شقة الزبدة مكعب لقتها بس حطيناها هون زمينا عليها بعدين بعدين بتكوبجها خمسة بهاراتي الإيطالي 1000 جرام طحين هاي العجينة هلا هي في عجينة العجينة الخبزة في عجينة الوش عجينة الوش اللي بروها بعد ما نخمر هنا وتطلع من الخمارة يعني عجينتين هلا واحد خلينا نسميها عجينة ديك هلا هي بتنخفق مثل الكريمة بس خلينا نسميها عجينة عجينة الخبز هلا سجلوها عجينة الخبز 1 كيلو طحين 4 بيضات 80 جرام سكر 20 جرام ملح 100 جرام زبدة 100 زبدة 30 خميرة المي كمان تقريبا نص كمية طحين 500 هلا سجل عجينة الوجه عجينة الوجه؟ وجه الخبزة يعني عجينة الوجه تمام 50 جرام قهوة نسكافيه هلا هو جايب ليها 3 بواحد فيها سكر بدي هي نسكافيه سادة نسكافيه سادة هذا بيجي اطرميزات بدهم 50 مي نحلهم فيهم 50 جرام ماء 50 قهوة 50 مي نحلهم فيهم 250 زبدة طرية 250 سكر بودرة 250 طحين طحين زبدة سكر قد بعض 250 سكر بودرة سكر بودرة ايه 250 طحين اذا حطيته بسكر خشن يصير كرامبي تبع الشو 4 بيضات كمان بدي عجينة الوش كمان 4 بيضات 4 بيضات ومي لا ما بدنا مي بس بدي نحط فيها القهوة ايوه قهوة مي بس مع القهوة كيلو طحين عجينة خبزة الباباروتي الإيطالية كيلو طحين بس تعيد شوف عجينة شو هي الباباروتي الإيطالية عجينة خبزة الباباروتي الإيطالية حطينا طحين كيلو طحين هدول خميرة وسكر خميرة وسكر هون سكر بودرة حصلا سكر بودرة ولا خشينة البعضان هاي الزبدة هلا هون الملح ضفنا الملح حنضيف البيض كريمة هلا هلا حنضيف هون 20 جرام محسن هلا بنعجنها كمان بدها عجنة كثير هي شيء كل عجنة على التنعيم بس ومي قديش بدنا؟ تقريبا 500 نحن مبدئيا 500 مي هلا هون العجينة بعد ما عجناها تقريبا نص ساعة لنعمت تماما هيك صار جاهزة هلا شايف هيك جاهزة ان شاء الله بدي اعجن على الايد كمان شوي بس هيك نحن التنعيم تنعيمة صغيرة هلا هي كمان بدها طحين ماشي؟ لا لا ما بدها طحين كل شيء لك كوب جو او هي تلفه ما بدها شيء لا طحين ولا شيء لما بقعد بزحلة يتزحلط هنا الشهبايه نريحها شوي هلا هنغطيها ونريحها قديش شايف نص ساعه هلا لا 10 دقائق 10 دقائق بس بتصير تاخذ العجينه من الدعك بعدين بنكوبجها قطعها بنكوبجها كوبج ضهر الرئيس بنكوبج ايه لا حنضلها نشيل حالها بدي اصفى قرصها ونكوبجها ماشي تمام والله قديش هلا هي بتحط وزنها شيء؟ زينا 100 هلا احنا حنقرصها على 100 على 100 جرام 100 جرام هات لهم استمان هلا حنكوبجها كوبجها بهالشكل حطها بالخماره تمام نفس مبدأ خبز الهمبرجر نفس مبدأ خبز الهمبرجر بعدين بعد نجي الحشوة بنشوف شلون تمام سادة بيقلو خبز الباباروتي بدأ مكعب زبدة هون مدر 1 سنتي 1 سنتي مكعب مسكرة بس أنا ما شفت زبدة هون موصية على زبدة ما مبدأ فيها زبدة والكرتونة بدي قالب أطوى شقف مكعبة
يعني سكر صين محشية بس مكعب زبدة بقلبه بعدين تلف يعني هيدا تمام. طيب اعطيني مكعب زبدة قدر 1 سنتين نجربها لك شراء أصولة. لازم الزبدة شقفة الزبدة مكعب قد هاد مثلا حطينا هون زمينا عليها تمام بعدين نعم. بعدين بتكوبجها وتحط صارت نظامية شو السبب هلا الزبدة بقلبها بتسيف رح تعمل رح تعمل فضاوة كانت بتفتحها بتلاقي قرنة الزبدة فاضية قاعدة تفريغة يعني على قد الزبدة اللي ساخنة هي أصولة خبز ببروتي خبز ببروتي احنا خليه يتخمى 40 دقيقة تقريبا تمام خمسين جرام نسكافيه 50 جرام مي تمام نستعمل هذا العيار من زمان مندوبهم ندوب نسكافيه هو ميزة هذا الخبز انه على قهوة طعمته تمام خبز القهوة بيسموه خبز البابروتي هو خبز القهوة هلا مي باردة شايف مو مي باردة عادية مي عادية هلا فيها السكر هلا حنحط هاي السكر والزبدة العجينة تبع خبز البابروتي عجينة الوجه تبع عجينة الوجه هلا حطينا هون سكر بودرة سكر بودرة بننزل مع الزبدة حط الدغري نفس الوقت هنضيف الزبدة زبدة مع السكر الناعم ندورهم لحال هلا لحتى يصير كريمي خليط معي نعم السكر والزبدة مع بعض بعدين ننزل البيض بعدين النسكافيه بعدين نطحين اخر شيء بس تصير هاي بس هاي تنضرب الزبدة سكر والزبدة يعني بتصير كريمي شوي بس هلا حنضيف البيض دفعة واحدة حنضيفه أربع بيضات دفعة واحدة نعطيهم شوي شوي تاخذهم يعني فينا ننزلهم بيضة بيضة أفضل أفضل تاخذهم بعدين نعطيهم هلا حنضيف كمات البيض هيك حطيت اربع حبات بيض اربع حبات هلا حنضيف نسكافيه خلطناه مع المي كمان حابب نضيفه شوي شوي على الدفعه هلا حنضيف الطحين البابروتي وعجينة الوجه لخبز البابروتي هلا صارت جاهزة صارت جاهزة هيك تقريبا اخذوا 40 دقيقة خلاص بدنا نهديهم شوي بس لحتى ينشفوا الشاشة تمام الزحلة هلا هلا هذا خبز البابروتي هذا خبز البابروتي هلا احنا حنحط العجينة الوجه عجينة الوجه عجينة الوجه للبابروتي للبابروتي هيا يا جماعة سويتها هي الخلطة نفسها على قالب الإسباني طلعت بتنزع على عارف. كمان اسمه جاتو باباروتي يعني بعد ما بيستوي قالب الجاتو بالفرن بسحبه
حط له على وشه وفوته 10 دقائق بشعره بس من فوق لتتقرمش هي الطبقه بتطلع مقرمشه على نسكافيه والجاتو تحته ابيض اسبانيا يطلع شغله فوق فوق الخيال يعني هاي بسيخ بالفرن بغطيها كلها هلأ نحن حنخبزها على درجة 180 كمان 20 دقيقة بدها تقريبا 20 دقيقة ثلث ساعة كل شيء من السيليكون هون هي على السيليكون هون تلزق جابت النص لازم تفتح تطلع اذا الزبده من قلبها هيك بتطلع وهي الـ شو اسمه يعني كميه الزبده اصغر من اللي بدنا اياها هنا واحد سنتي لازم تكون اكبر يعني بس هيك